بعد أن سرقوا عربته الحديثة في إيران وجرت مساومته على مبلغ قيمته 5 شدات أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي لقاء إرجاعها إليه. لم يأبه لتلك المساومات ورفض الانصياع لهم ولما أرادوه، لكن عقاب امتناع هذا دفع فاتورة غالية ولم يكن يتوقعه. فما هي قصة هذا الرجل؟ وما هي ملابسات الحادثة؟ هو مواطن عراقي ظهر بمقطع فيديوي قصير وهو يناشد الإمام الحسين عليه السلام بعد أن غدر به 3 أشخاص إيرانيين، والأمر الصادم أن من غدر به بحسب روايته سبق وأن كانوا ضيوفا لديه في مضيفه وفي داره في إيران، وما أن رأوا أنه عراقي وميسور الحال حتى قاموا بسرقته وابتزازه وحاولوا الاعتداء عليه. وبعد بحث وتقص عثر هذا المسكين على سيارته الحديثة، لكن ما فعلوه بها كان صادما. لنشاهد وندع الرجل يتحدث عما حل به مع هذه العصابة في إيران. إني مواطن عراقي، غدروا بي 3 أشخاص إيرانيين وقادوا تسليمي، فلم يستطيعوا، سرقوا سيارتي وساوموني عليها ب5 شدات، ولم أنطيتهم ما استطعت أن أعطيهم ال5 شدات، فعملوا بهذه السيارة بهذا الشكل بالحال، قاموا بتطبيرها بقامات وساشاشين لكونا ما أنطيتهم الفلوس رادوها. أنا مواطن خادم الحسين، إذا عندي حوبة الحسين يطلعها قبل الدفنة مالت الحسين بحق هذه الليلة، ليلة أبو الفضل العباس، ثورة الحسين. أنا مظلوم وعدي ضيافة للإيرانيين، وشهد أن الإيرانيين كلهم مضيفهم بيتي ومضيفهم بالمضيف مالي وماكلين من زاد الحسين في بيتي، وهذا العمل اللي عملوه بيه إيران، والسيارة كانت حاملة كل المستمسكات ترجع لي، زائدا تراب. هذا المواطن الذي وقع ضحية للاحتيال والابتزاز في إيران فوض أمره إلى الله وناشد الإمام الحسين بأن يأخذ حقه كونه مظلوم، وأن تواجده في إيران بهذا الوقت ما هو إلا خدمة للحسين وضيوفه. المقطع هذا وبعد انتشاره على منصات وصفحات عراقية وإيرانية أيضا في السوشيال ميديا نال كما هائلا من الردود، فمن المعلقين من أعلن دعمه وتعاطفه مع الرجل العراقي بعدما لما تعرض له، فيما كان هناك انتقاد لاذع من قبل آخرين بسبب تواجده في إيران. بعضا من ردود الأفعال والتعليقات اقتنصنا لكم جانبا منها، نبدأها مع حسين الموسوي. يقول حسين في تعليقه عن هذا الحادث: حجينا خلي هذا الحكي يفيدك، كل شيء ما يصير بيهم لا حوبة ولا هم يحزنون لأن أنت فاتح المضيف مالتك للرياء والشهرة مو للحسين. هناك تعليق آخر من أبو جود يقول: هسه متوازي تحكي فصحى، هي مال فصحى وسيارتك صايرة لحم مثروم يا حجي، ليش تخلي الواحد يطلع من الجامع أقصد من طوره ويضحك. هناك تعليق آخر من باسم الحسيني يقول: باسم أقول لك حجي، عوف هذا الحكي، على شنو رايح لإيران بسيارتك والشعب كاتل الجوع؟ طيب العصابة شلون شغلوها إذا البصمة عندك؟ طبعا أنت قاعد ببيت وتدور غير شغلات، وقفصوا عليك والعلم عند الله. تعليق آخر من مقتدى الخفاجي يقول: الإيرانيين مو بس سيارتك حطموها، حطموا اللغة العربية هماتين عندك. أيها الناس، اللغة العربية في خطر، أنقذوها.